السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نبدأ معكم فروض المرحلة الرابعة الدورة الثانية بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي وبالضبط في مادة النشاط العلمي. إذا اليوم غادي نديروا النموذج رقم واحد من فروض النشاط العلمي المستوى الخامس المرحلة الرابعة. إذا كما عودتكم دائما في الفروض اللي كتلقاوها في قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، النشاط العلمي كندير معكم 4 ديال الأنشطة، نشاط واحد باللغة الفرنسية وباقي الأنشطة كيكونوا باللغة العربية. إذا اليوم عندي النشاط الأول أون فرونسي وثلاثة ديال الأنشطة باللغة العربية. نبداو أولا بالنشاط الأول اللي هو أون فرونسي. جيكري أون فراز كوريكت أون أوتيليزون لي مو سويفون. دونك غادي نكتب واحد الجملة صحيحة باستعمال هاد الكلمات هادو، لا فيكونداسيون اللي هي الإخصاب، سبيرماتوزويد اللي هما الحيوانات المنوية أو الحيوان المنوي، أوفول اللي هي البويضة، لونيون اللي هي اتحاد، دان et le verbe être au présent de l'indicatif d'un et est. Donc, أول حاجة غادي نبداو أول كلمة هي la fécondation. D'accord, la fécondation هي أول كلمة. Donc, نبداو بها la fécondation. الإخصاب. لأننا كنعرفو هنايا الإخصاب شنو هو. Fécondation. La fécondation هي ماذا؟ دابا خصنا لو verbe. La fécondation. جوج هي هادي. La fécondation est. شنو هي la fécondation؟ La fécondation هي l'union، اللي هي الاتحاد، l'union. صافي؟ l'union. دونك هادي 3. l'union de quoi؟ هي l'union d'un. الاتحاد ديال واحد سبرماتوزويد، d'un. دونك نختار وحده من هادو، دونك 4. ثم هادي 5. d'un spermatozoïde. spermatozoïde. ياك؟ et donc l'élément de liaison 5 ou bien 6 et d'un dit 7 et 8 ovules et d'un ovule. Donc la fécondation est l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule. D'accord, fécondation هي الإخصاب هو اتحاد حيوان منوي مع بويضة. ندوزو الآن للنشاط رقم 2، تابعوا معايا دائما. نشاط رقم 2 اللي عليه 4 ديال النقط، يعني نقطة لكل فراغ. عندي 4 ديال الفراغات هنايا، نقطة لكل فراغ. إذا أملأ الفراغات بما يلي: البويضات، أسدية، المئبر، تويجية. إذا غادي نعمرو بهاد البويضات، أسدية، مئبر، تويجية، هاد الفراغات هادو. تتكون الزهرة من مدقة و شي حاجة وأوراق كأسية و يحتوي المبيض. من ماذا يحتوي المبيض؟ يحتوي على شي حاجة ويحرر شي حاجة، حبات اللقاح عند النضج. إذا تتكون الزهرة من ماذا؟ من مدقة وأسدية. إذا كتكون من مدقة وأسدية، ها هي وأسدية، حنا ضربنا الأسدية. إذا كتكون من مدقة وأسدية. إذا المدقة والأسدية هما عنصرين أساسيين في التوالد عند النباتات الزهرية. صافي؟ وأوراق كأسية وأوراق تويجية. وتويجية صافي. إذا عندنا أوراق الكأسية اللي كتكون كتحيط بالكأس، وأوراق تويجية يعني بالتويج، نروالة تويجية. نعم، يحتوي المبيض على، إذا المبيض كيحتوي ماذا؟ كيحتوي على المئبر. المئبر، دونك المبيض كيحتوي على واحد المئبر، هو اللي كيحرر لنا حبات اللقاح. صافي، كيحرر حبات اللقاح. إذا المبيض كيحتوي على المئبر ويحرر، هذا المبيض يحرر ماذا؟ يحرر البويضات. البويضات يحرر البويضات حبات اللقاح، عند النضج. إذا عند النضج يتم تحرير حبات اللقاح. إذا عفوا هنا عندي خطأ، هنا خطأ. لاحظوا هنا معايا. إذا يحتوي المبيض على ماذا؟ المبيض كيحتوي لنا على البويضات. صافي، البويضات، المبيض كيحتوي لنا على البويضات. ويحرر ماذا؟ ويحرر المئبر. المئبر هو الذي يحرر، والمئبر يحرر حبات اللقاح عند النضج. إذا انتبهوا معايا، المبيض يحتوي على بويضات ويحرر المئبر حبات اللقاح عند النضج. إذا هنا كان عندي خطأ، انتبهوا معايا، لأنه سبحان الله بعض المرات الإنسان كيغلط وكيسهى. صافي، انتبهوا معايا. إذا تتكون الزهرة من مدقة وأسدية وأوراق كأسية وتويجية. يحتوي المبيض على البويضات، إذا دائما المبيض يحتوي على البويضات، والمئبر يحرر حبات اللقاح عند النضج. ندوزو للنشاط رقم 3. نشاط رقم 3 هو كالتالي: ميز الأعضاء التناسلية الأنثوية من الذكرية. إذا غادي نميزو أعضاء
الأعضاء ديال الجهاز التناسلي الذكري والأعضاء ديال الجهاز التناسلي الأنثوي. دي بالنسبة للحيوانات بطبيعة الحال الولودة. إذا أعضاء تناسلية ذكرية، هنا عندي أعضاء تناسلية أنثوية، هنا عندي مبيض، خصية، قناة منوية، رحم، وقناة مبيضية. بالنسبة أعضاء تناسلية ذكرية، عندنا خصية، نعم الخصية هي من الأعضاء التناسلية الذكرية. قناة منوية، نعم عبرها يمر السائل المنوي. واش باقي لي هنايا شي عنصر ولا شي مكون ولا شي عضو تناسلي ذكري؟ لا، اذا هنا مبيض هي او هو عضو تناسلي انثوي. نفس الشيء بالنسبه للرحم ثم القناة المبيضية. اذا بالنسبة لأعضاء تناسلية ذكرية عندنا خصية، قناة منوية، أعضاء تناسلية أنثوية عندنا مبيض، رحم، وقناة مبيضية. ندوزو الآن إلى النشاط الرابع والأخير اللي فيه غادي نجاوبو بصحيح أو خطأ. إذا صحيح أو خطأ، انتبهوا معايا. إذا النشاط الرابع عليه جوج ديال النقط، أجب بصحيح أو خطأ. إذا غنجاوبو بصحيح أو خطأ. عندي أربعة ديال العبارات. التكاثر الخضري يزيد من سرعة انتشار النباتات. التكاثر الخضري كيزيد في سرعة انتشار النباتات. لا تلعب المدقة أي دور في تولد النباتات الزهرية. إذا المدقة ما عندها حتى دور في تولد النباتات الزهرية. يتحول مبيض الزهرة إلى ثمرة بعد الأبر. المبيض ديال الزهرة كيتحولنا إلى ثمرة بعد الأبر. تحول البويضة لبيضة لا يحتاج إلى حيوان منوي. إذا الحيوان المنوي ما عنده حتى دور في تحول البويضة إلى بيضة. إذا هنا هذه العبارات هذه الإجابة غادي تكون إما بصحيح أو خطأ. سأكتب صحيح هنايا إذا كانت العبارة صحيحة، وسأكتب خطأ إذا كانت العبارة خاطئة. صافي. إذا العبارات عندي، العبارة الأولى التكاثر الخضري يزيد من سرعة انتشار النباتات. نعم إحنا كنعرفوا بأن التكاثر الخضري كيزيد في سرعة انتشار النباتات بحيث تنتشر بشكل كبير. إذا هي عبارة صحيحة. صحيح. عبارة ثانية، لا تلعب المدقة أي دور في تولد النباتات الزهرية. إذن هذه العبارة خاطئة. خطأ. نقول لكم علاش. لانه المدقه والاسديه كما قلت لكم الفوق هي من الاعضاء التناسليه المهمه في توالد النباتات الزهريه، وبالتالي هنا هذه العباره هذه خاطئه، لانه المدقه تلعب دور مهم في توالد النباتات الزهريه. اذا العباره صحيح. اذا العباره هذه خاطئه. يتحول مبيض الزهره الى ثمره بعد الابر. اذا بعد الابر يتحول مبيض الزهره الى ثمره. اذا المبيض كيكون بحال هذا يتحول الى ثمرة. اذا الى ثمرة. اذا نعم صحيح. اذا هذه عبارة صحيحة، لانه بعد الابر. اذا الابر شنو هو؟ الابر هو ذاك انتقال حبوب اللقاح من الاسدية نحو المبيض بحيث تلتقي بالبويضات ويحدث الاخصاب. اذا يتحول مبيض الزهرة الى ثمرة، بعد ذلك يتحول المبيض الى ثمرة. صافي. تحول البويضة لبيضة لا يحتاج الى حيوان منوي. اذا هنا عبارة خاطئة. خطأ. لانه احنا عارفين بانه لا بد من حيوان منوي لحدوث الاخصاب ولتحول البويضة الى بيضة. اذا التكاثر الخضري يزيد من سرعة انتشار النباتات. صحيح. لا تلعب المدقة اي دور في توالد النباتات الزهرية. خطأ. يتحول مبيض الزهرة الى ثمرة بعد الابر. صحيح. تحول البويضة الى بيضة او لبيضة لا يحتاج الى حيوان منوي. خطأ. وبعدها غادي نكون كملت هذا الفرض اللي كان كيخص مادة النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي المرحلة الرابعة من فروض المراقبة المستمرة الدورة الثانية. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.